السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه نخصصها للوقوف على حادثه قصف الحوثيين لصاله اعراس في محافظه الحديده. قال مصدر طبي ان 3 أشخاص استشهدوا واصيب اخرون اثر سقوط قذيفه امام قاعه للاعراس في محافظه الحديده. اضافت المصادر ان قذيفه سقطت امام قاعه المنصور، تسببت هذه القذيفه باستشهاد 3 أشخاص واصابه 6 آخرين، مشيره الى ان القتلى والجرحى كانوا من الماره خارج القاعه. من جهته قال المركز الإعلامي لأدوية العمالقة إن عدد قتلى المدنيين جراء القصف على قاعة الأعراس ارتفع إلى 7 شهداء، بينهم 5 نساء، فيما أصيبت 7 أخريات. وأضاف المركز أن القذيفة أطلقتها عناصر حوثية من جانب إحدى الحدائق الواقعة تحت سيطرتها شرق مدينة الحديدة. إذا نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين. في المحور الأول نتحدث عن استمرار استهداف المدنيين في هذه المحافظة، أما في المحور الثاني نتحدث عن الأسباب السياسية والاستراتيجية وراء توقف معركة تحرير هذه المحافظة. قبل البدء بالنقاش نشاهد هذا التقرير. مأتم جديد في الحديدة دشن به العام الجديد، والحدث قصف لميليشيا الحوثي استهدف قاعة أعراس. وبحسب مصادر ميدانية فإن قذيفة سقطت أمام قاعة المنصور وتسببت باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن القتلى والجرحى كانوا من المارة خارج القاعة. من جهته قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن عدد القتلى المدنيين جراء القصف على قاعة الأعراس ارتفع إلى 7 شهداء، بينهم 5 نساء، فيما أصيبت 7 أخريات. وأضاف المركز أن القذيفة أطلقتها عناصر حوثية من جانب إحدى الحدائق الواقعة تحت سيطرتها شرق مدينة الحديدة. وزير الإعلام والثقافة والسياحة قال إن الميليشيا قصفت عرسا نسائيا بقاعة المنصور في شارع المطار بقذيفة هاون سقطت أمام القاعة، ما تسبب باستشهاد وإصابة 9 أشخاص. وأضاف أن هذه الأعمال الإجرامية تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل، وأن تماديها واستمرار جرائمها نتيجة لتواصل صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن انتهاكاتها منذ انقلابها على الدولة. من جهتها أدانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الحادثة، وقالت إنها منزعجة نتيجة سقوط ضحايا وسط خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار. وتشهد الحديدة موجة نزوح نتيجة قصف ميليشيا الحوثي المستمر على الأحياء السكنية. مصادر محلية قالت إن حي منظر السكني شهد موجة نزوح جراء قصف الميليشيا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أيام من نزوح عشرات الأسر من الحي ذاته بسبب قصف صاروخي للميليشيا أسفر عن تدمير عشرات المنازل. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام، وأرحب هنا بضيفي الناشط الحقوقي طارق سرور والصحفي مصعب عفيف. مرحبا بكما ضيفي، وأبدأ مع ضيفي من عدن الناشط الحقوقي طارق سرور. سيد طارق مساء الخير. سيد طارق هل تسمعني؟ تسمعني سيد طارق؟ نعم، إذا يبدو أن الاتصال فقد بضيفنا، سيتم معاودة الاتصال به مرة أخرى. أذهب إلى ضيف الآخر الصحفي مصعب عفيف. سيد مصعب مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد، أهلا بك سيد مصعب. يعني لو تحدثنا عن هذه الحادثة التي حصلت في محافظة الحديدة وهي استهداف قاعة للنساء في المحافظة، ما التفاصيل لديك؟ نعم، بداية يجب التأكيد على أن تم رصد انطلاق هذه المقذوفات والقذائف الصاروخية من شارع 50 تحديدا، خلف أحد المجمعات التجارية الصغيرة أو الأحواش الخاصة ببعض التجار المتواجدة في شارع 50. لكن كان هناك الكثير من الجدل حول الجهة التي نفذت الهجوم نتيجة المنطقة، لأنها تخضع لسيطرة الطرفين. شارع 50 هو تم تقاسمه فعليا نتيجة المعارك ما بين القوات المشتركة وما بين ميليشيا الحوثي المتمركزة في تلك المناطق. لكن كل المعلومات تؤكد أن المقذوف انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين تحديدا
في تلك المنطقة هم يحاولون الآن التشويش على هذه المعلومات، وحتى أن الجماعة نفت علاقتها بالهجوم وأرادت تسويقه للناس ولليمنيين في الحديدة واليمنيين بشكل عام على أن الهجوم انطلق من مناطق سيطرة القوات المشتركة، لكن في الحقيقة الحوثيون هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. سبق أن شن الحوثيون مثل هذه الهجمات في مناطق سيطرتهم، أي أنهم يقومون بمحاولة إطلاق بعض القذائف الصاروخية والصواريخ التي يراد بها استهداف القوات المشتركة أو مناطق سيطرة القوات المشتركة، لكنها فعليا تسقط في كثير من الأحيان، تسقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين قبل أن تصل إلى أهدافها. فهذا الهجوم ليس جديدا، وهذه الجماعة لا تتورع عن تنفيذ مثل هذه الهجمات. سيد مصعب، يعني لا أدري إذا كان لديك يعني معلومات دقيقة حول موقع هذه الصالة، هل هي قريبة من مناطق التماس ومناطق المواجهات أم هي بعيدة تماما، وبالتالي استهدافها لخلط الأوراق ولتبادل التهم؟ يعني الحوثي يريد أن يلصقها بقوات الطرف الآخر وهكذا. نعم، قاعة المنصور معروفة تماما، هي تقع بالقرب من جامعة الحديدة، بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع مدينة الحديدة. أيضا القاعة تقع ما بين شارع المطار وشارع القدس الذي يربط جولة يمن موبايل يعني بالقرب من مصلى العيد تحديدا، ومصلى العيد هذا يقع على خط شارع المطار الرابط بمنطقة أو بحي الربصة الذي يقع جنوب المدينة، لكن المكان فعليا بعيد نسبيا عن خطوط القتال. نحن لما حين نتحدث عن شارع الخمسين، شارع الخمسين يبعد عن هذا الشارع، عن شارع المطار الذي هو إلى الداخل في المدينة، يعتبر اليوم في وسط المدينة ويربط حي الربصة بسوق الحلقة، سوق الخضار الأكبر في مدينة الحديدة، ويربط بحي الشهداء شمالا. لذلك نحن نتحدث تقريبا ما بين شارع الخمسين وشارع المطار هذه الجولة أكثر من 2 كيلومتر، هناك مسافة كبيرة وكافية، أيضا الكثير من المناطق لا زالت مأهولة بالسكان في هذه المنطقة، وفي مناطق متقدمة أكثر حتى داخل حي الربصة لا زال هناك الكثير من الناس متواجدين نتيجة البعد النسبي عن جبهات القتال. لذلك يبدو واضحا أن الهجمة نفذت كان يراد بها استهداف القوات المشتركة المتمركزة جنوب حي الربصة وجنوب مدينة الحديدة، لكن المقذوف سقط قرب قاعة المنصور ولم يسقط فوق القاعة تحديدا، إنما سقط على الطريق أمام القاعة. إذا ما قدر الله وسقط فوق القاعة كان ستكون المجزرة أكبر وكان إذن ابقى معي سيد مصعب، تكرم البقاء معي قليلا. أذهب مرة أخرى لضيفي الناشط الحقوقي سيد طارق سرور، وأرحب بك ضيفي مرة أخرى. سيد طارق مساء الخير. مرحبا لك كريم، لك ولكافة المشاهدين وضيوفك الكرام. أهلا بك سيد طارق، يعني بالنسبة لكم ما هي آخر المعلومات التي لديكم بخصوص حادثة استهداف صالة الأعراس في محافظة الحديدة؟ في الحادثة هذه كل المعلومات والشهود وقوات الله مع كثير من الزملاء في الحديدة يؤكدون بأن القصف من عليه بصمات ميليشيا الحوثي، ليس قصف طيران وليس قصف القوات المشتركة الزرانيق الذي يبعد عنه بمسافة كبيرة، على مقذوف حوثي بأدلة كبيرة الكل يشهد بذلك، وهذا ليس غريب. واستمرار قصف واستهداف المدنيين المستمر بشكل يومي منذ اتفاق استقلال وحيث المدنيين ليس في المدينة فقط بل بكل المديرين والخوخة وحيث الدريهمي بشكل يومي يعاني المدنيين من قصف هذه الميليشيات عدم الرد من قبل القوات. نعم، طيب سيد طارق، يعني الجماعة
الجماعة تنفي صلتها بهذا الاستهداف. الجماعة تنفي صلتها بهذا الاستهداف. نعم. جماعة الحوثي أو الميليشيا تنفي صلتها بهذا الاستهداف. طبيعي طبيعي جدا، هو تنفي دائما كل الجرائم، ولكن ركب مثلا بصماتها على هذا الحادث واضحة، وهي ليست أول مرة تقصف مدينة كما ذكرت، بل أنها قصفت أحياء داخل المدينة معروفة بحرارة اليمن وخلف القصر الجمهوري، بل أنها فجرت بيوت داخل الحديدة. بالتالي ليس هذا جديدا على هذه الميليشيا، وهي قد يراد قد يكون سقط بالغلط، قد يكون يراد من توقيع احداث معينه، لكن ليس من مصلحه القوات المشتركه ان تطلق هذا المقدود على وسط المدينه، وهي ملتزمه اصلا باتفاق السكون، ونحن نطالبهم باستئناف التحرير. نعم. إذا ابقى معي سيد طارق، أعود لضيفي السيد مصعب عفيف. سيد مصعب، يعني الجماعة تنفي صلتها بهذه الحادثة، والقوات المشتركة تقول أنها أيضا لم تقوم بأي ضرب للمدينة أو توجد أي مواجهة بينها وبين الميليشيا في الساعات الماضية. بالتالي أمام هذا النكران من الجانبين، من الجهة المعنية بحماية المدنيين في هذه المحافظة؟ نعم، سؤال ممتاز وجيد. ما الذي أوصلنا لهذه المرحلة التي يصعب علينا فيها تحديد هوية من ينفذون هذه الهجمات؟ في الحقيقة الشهود وكل الأدلة تشير إلى أن ميليشيا الحوثي وراء الهجوم الأخير، لكن هناك هجمات أيضا تحدث ويصعب التمييز فيها نتيجة توقف المعركة داخل مدينة الحديدة، والذي أوقف المعركة هي الأمم المتحدة التي قالت أنها جاءت لإنقاذ المدنيين ولحمايتهم من مثل هذه الهجمات. في الحقيقة كانت القوات المشتركة بالقرب من بوابة ميناء الحديدة وستنتزع المدينة وتذهب قدما بالشمال باتجاه الشمال نحو حرض وميدي والمديريات الشمالية، ولم يسقط هذا العدد الكبير من الضحايا منذ انطلاق معركة الحديدة من مدينة الخوخة. ما حدث اليوم أنه أن هذه البعثة الأممية التي يفترض اليوم أنها هي الجهة التي يجب عليها تحديد الطرف الذي نفذ هذه الهجمة وإدانته بشكل واضح وإعلان الجهة بشكل واضح التي تقف وراء هذا الهجوم، لكن لديها حوادث سابقة كانت تعرف أن الحوثيين يقفون وراءها ولا توضح ذلك بشكل واضح في بياناتها، تكتفي بالإدانة والتنديد فقط، لكن إذا ما وجدت ضربة جوية استهدفت الحوثيين في أي مكان تجد البعثة الأممية مباشرة تصدر بيان يتحدث عن تصعيد وعن تصعيد التحالف في الحديدة، بينما هي تكون ضربة جوية محدودة في مكان محدود لم يسقط فيه أي ضحايا، وتجد القلق الأممي يستثار بشكل كبير ومبالغ فيه، بينما هذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون لن تجد هذا الصدى. هذه الهجمة أيضا التي وقعت الليلة الماضية جاءت بعد ساعات فقط من بيان للبعثة الأممية يتحدث أو يدين الهجمات المتكررة على مجمع إخوان ثابت، والجميع يعلم أن مجمع إخوان ثابت يقع في مناطق سيطرة القوات المشتركة وأصبح نقطة لاجتماع اللجان المراقبة وضباط الارتباط التابعين للقوات المشتركة، وهذا المجمع الصناعي والتجاري يتواجد فيه الآن مئات العمال تم إعادتهم في محاولة لتشغيل المصنع المتوقف منذ اندلاع المعركة هناك. الجماعة منذ إعادة أو منذ اندلاع معركة الحديدة نفذت أكثر من 7 إلى 8 هجمات، كلها كانت هجمات دامية على مجمع إخوان ثابت، ذهب فيها عشرات الضحايا. لم تصدر البعثة الأممية أي بيان واضح يتهم الحوثيين بتنفيذ أي هجمة من هذه الهجمات، فقط اكتفوا بالإدانة والتنديد ودعوا إلى خفض التصعيد، وكأن المسألة معركة بين طرفين عسكريين وليس هجوم يتعرض له مجمع صناعي وتجاري ومدني. نعم، إذن ابقى معي سيد مصعب. أعود مرة أخرى لضيفي السيد طارق سرور. يعني إذا كان سيد طارق الفعل هذا متعمد بقصف صالة أعراس، ما الفائدة التي ستجنى للطرف الفاعل باستهداف صالة أعراس فيها مدنيون وأبرياء؟
أخي أنا أرجح بأن المقذوف فقط بالغلط، لأنه لم يكن هناك عرض في الوقت الذي سقط به المقذوف أمس من الساعة المتأخرة من المساء. عادة لم تعد تقام أعراض في الحديدة مساء نتيجة الوضع الأمني في المدينة، نتيجة احتلال الميليشيا للمدينة وجعلها مدينة أشباح. بالتالي من بعد المغرب تقريبا تكون الحياة شبه منعدمة ولا يكون هناك أفراح. هو فيما يكون بالغلط أو يكون في هدف إثارة البلبلة ونفك الأنظار عن حوادث معينة ومحاولة إرباك الوضع السياسي، محاولة إلصاق التهمة بالقوات العمالقة أو القوات المشتركة. أنا أؤكد بأنه يعني نبي فقط لإرباك الوضع السياسي وإلقاء التهم على القوات المشتركة. نعم، لكن سيد طارق، يعني أن توجد لجان مراقبة ومهمتها الأساسية هي مراقبة الطرف الذي يعمل على خرق أي هدنة موجودة على الأرض، ما نلاحظه للجان الأمم المتحدة الخاصة بالمراقبة هي تدين وتستنكر الحادثة، إنما تحديد الطرف المعرقل وهي لجنة مختصة بالمراقبة لا يوجد هذا الأمر، كيف يفهم هذا؟ نعم أخي الكريم، هناك تقصير واضح وكبير من قبل لجان المراقبة. هناك اعتداء على لجان المراقبة حتى من قبل ميليشيا الحوثي، وتم قتل وإصابة أكثر من قبل في لجان المراقبة. لجان المراقبة نفسها لا تتحرك إلا تحت أوامر وتوجيه ميليشيا الحوثي، لهذا طالبت الحكومة الشرعية والتحالف بنقل مقر لجان المراقبة إلى منطقة محايدة يسهل لها التحرر، لكن للأسف الشديد لم تجد هذه المطالب إلى أي تجاوب من قبل غريفيث والأمم المتحدة. نشعر بأن هناك تجليل واضح لهذه الميليشيات من قبل غريفيث المنطقة الدولية في اليمن، وبالتالي نحمل لهم المسؤولية وأرواح الأبرياء الذين يذهبون بشكل يومي بالدرجة الأولى المتحدة اتفاق السكون لجان المراقبة وأيضا التحالف والقوات الحكومة الشرعية نتيجة لعدم قدرتها على تغيير الوضع وحماية هؤلاء المدنيين. نعم، ابقى معي سيد طارق. أعود لمصعب عفيف صحفي يمني. سيد مصعب، يعني لجان المراقبة في الوضع الطبيعي هي مهمتها الأساسية مراقبة وقف إطلاق النار، وبالتأكيد هي على معرفة بالطرف الذي نفذ أي هجوم، سواء استهدف قوات الطرف الآخر أو تم الاستهداف لمدنيين، وبالتالي نحن نجد في المقابل هناك بيانات كثيرة للجان المراقبة التابعة للأمم المتحدة عادة لا تحدد الطرف الفاعل، إنما تدين وتستنكر هذه الحادثة، فكيف يقرأ هذا الأمر؟ نعم، بداية أريد أن أصحح معلومة، أن موقع القاعة الذي يقع تحديدا ما بين تقاطع شارع القدس مع شارع المطار بالقرب من مصلى العيد يبعد عن شارع الخمسين 5 كيلومتر وليس 2 كيلو فقط، 5 كيلومتر مربع عن شارع الخمسين الذي هو الآن يعد خطوط التماس تتواجد هناك ما بين القوات المشتركة والقوات وميليشيا الحوثيين. أيضا المكان قاعة المنصور تعد قريبة نسبيا من الجبهة الجنوبية تحديدا من حي الربصة، ما يعني أن ما يؤكد كل الشهود والأدلة على أن الهجوم حوثي وكان يستهدف القوات المشتركة المتمركزة جنوب الحديدة، لكن كالعادة يطلقون قذائف بشكل عشوائي، ومن يقومون على هذه الهجمات الصاروخية معظمهم متدربون وأطفال يتم تجنيدهم مؤخرا ويزجون بهم إلى جبهات القتال لتنفيذ هذه الهجمات العشوائية بشكل عشوائي. الكثير من القذائف تسقط على الأحياء السكنية. بالعودة إلى الموقف الأممي، لا يمكن وصف هذه المواقف الأممية للبعثة الأممية وللمبعوث الأممي إلى اليمن سوى بالانحياز. إن لم يكن الانحياز فهو
الانحياز إن لم يكن الانحياز للحوثيين فهو انحياز للمصالح، لمصالح البعثة الأممية، لمصلحة بقاء البعثة الأممية في حديدة، وللجهات الدولية التي تقف وراء الأمم المتحدة والتي تريد بقاء معركة الحديدة مفتوحة بهذا الشكل للتحالف وللسعودية وللإمارات. يريدون بقاء، حولوا مدينة الحديدة إلى معركة مستدامة بينما كانت ستكون معركة خاطفة وستنتهي اليوم. هذا الموقف الأممي يأتي متناغم مع هذا التوجه، وإلا ماذا يبرر أو بماذا نبرر هذا الصمت، أو إن لم يكن الصمت عدم تحديد الجهة التي تقف خلف هذه الهجمات؟ اليوم أكثر من عامين هذه البعثة متواجدة في الحديدة، لا تريد أن تقول أن ميليشيا الحوثي ترفض حتى اليوم الانسحاب من ميناء الحديدة وتنفيذ إعادة الانتشار. اليوم أصبح الحديث عن إعادة الانتشار من الماضي بينما كان صميم اتفاق ستوكهولم وإعادة الانتشار داخل مدينة الحديدة وداخل الميناء. اليوم أصبح الأمم المتحدة والبعثة الأممية تتحدث عن إيقاف إطلاق النار وخفض التصعيد. إذن هذا البند الذي هو هذا البند الأول من اتفاق الحديدة، إيقاف إطلاق النار، لم يتم تحقيقه. ما جدوى بقاء هذه البعثة الأممية في ميناء الحديدة وداخل هذه السفينة الأممية تصرف عليها ملايين الدولارات اليوم؟ سوى غسل هذه البعثة اليوم تعمل على غسل جرائم الحوثيين داخل الحديدة، تعمل على شرعنة بقاء الحوثيين داخل الحديدة وداخل الميناء. وإلا ماذا يعني؟ لا يوجد لديهم أي مهمة، لا يستطيعون تحديد الطرف الذي نفذ أي عملية، لا يستطيعون إيقاف إطلاق النار ولا مراقبة إيقاف إطلاق النار. ما معنى وجود هذه البعثة في هذه السفينة داخل ميناء الحديدة لتتقاضى ملايين الدولارات التي يقدمها المانحين؟ نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي مصعب عفيف، شكرا جزيلا لك. وأعود مرة أخرى لضيف الناشط الحقوقي طارق سرور، ونتحدثنا سيد طارق عن إيقاف المعركة. إلى أي مدى أثر إيقاف معركة الحديدة على حال المدنيين الذين أصبحوا مكشوفين أمام انتهاكات الحوثي؟ نعم أخي الكريم، إيقاف المعركة المتضرر الأكبر من هو المدنيين في الحديدة، سواء المدينة أو المديريات، الخطوط التماس مثلا بمديرية الدريمي والخوخة ومديرية عيش ومديرية التحيكة، فهم المتضرر الأكبر للأسف الشديد. وكما ذكرت سابقا يموتون بشكل يومي ويتعرضون لعنغام الميليشيا بشكل يومي. هم محاصرين أيضا، لا يستطيعون التحرك إلى مناطق الرعي أو مناطق الزراعة وممارسة أعمالهم اليومية. وبالتالي الآن نبصر العام الثاني والوضع هذا أصبح لا يحتمل، ويجب فعلا أن يجب الجميع المجتمع الدولي ونطالبهم التحالف والحكومة الشرعية بعمل سريع والمطالبة بإنهاء اتفاق ستوكهولم أو استئناف عملية التحرير أو في الحد الأدنى لجمع ميليشيا الحوثي من قبل المجتمع الدولي لوقف اختراقات اتفاق ستوكهولم. وهذا الذي نراه انه لم يتم، يؤكد على كلاسة الحقوقيين وكأبناء المحافظه على اهميه استئناف تحرير المحافظه وتخليص المدنيين من معاناه التعرض للانتهاكات اليوميه من قبل ميليشيا الحوثي في ظل صمت اممي ومريب. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر السيد طارق سرور ناشط حقوقي يمني كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر، أشكر ضيوفي وأشكركم أنتم على حسن الإصغاء والمتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتجات الحلقة الزميل ماهر أبو المجد وهي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.